اسمحوا لي قبل ما ابدا كلمتي ان اتوجه بالشكر لكل وسائل الاعلام يلي واكبونا طيله هذا النهار، يعطيكم الف عافيه. لابد لي في ختام هذا اليوم الطويل من الاستشارات النيابيه من ان اتوجه بالشكر اولا من دوله الرئيس نبيه بري ومن الساده النواب. استمعت طوال هذا النهار الى اراء وافكار استطيع القول انها تعطينا زخما كبيرا من اجل السرعه بالتاليف. اذ اقول انه بعد الاستماع لكل الاراء ان القواسم المشتركه بين اللبنانيين والتي تجمع بينهم هي اكثر بكثير من اي نقاط اختلاف. وهذا يؤكد رايي ان اي نقطه اختلاف ممكن ان تحل بالحوار. طالما الايجابيات اكثر بكثير من السلبيات. والمسائل الأساسية التي استحوذت على مجمل الآراء والنقاشات هي السلم الأهلي وضرورة معالجة المشكلات الداهمة، الأزمة الاقتصادية والمعيشية والصحية، كارثة المرفأ وتداعياتها، الإصلاحات البنيوية اقتصاديا وماليا. نأمل أن نتوفق بسرعة بتأليف حكومة تكون فريقا منسجما ينكب على معالجة الملفات الكثيرة أمامنا. فالتحديات داهمة ولا تتحمل التأخير. لذلك سننطلق من مبدأ أن الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تعالج بسرعة وحرفية الملفات المطروحة وتستعيد ثقة اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمجتمعين العربي والدولي. كما نتطلع إلى تعاون مثمر مع المجلس النيابي الكريم لدرس وإقرار القوانين اللازمة لمواكبة المرشة الحكومية. شكرا، يعطيكم ألف عافية. يا أخوة، نحن كما قلت البارحة، الوقت اليوم للعمل وليس للكلام. أنا بشكركم مجددا لمواكبتنا وإن شاء الله تفاءلوا بالخير تجدوه. يعطيكم ألف عافية.